علي يعني ترى اكو يعني لاعبين خلال الدوري يقدموا مستويات يعني وهو قناعه مدرب بعد يعني هو يختار ويشوف يعني اذا نتكلم على احمد فرحان لاعب الميناء احمد زامل لاعبين يقدموا مستوى جيد لكن تعرف مدرب بحاجه اللاعبين الى مراكز معينه زين اذا بقينا في فريق النجف محمد قاصد يستحق التواجد محمد ايضا قدم مستويات جيده اها محتاجين يعني دائما الحارس يكون يعني مركز الحراس يكون لا اكثر شيء خبره عشان احنا اكثر اللاعبين المنتخبات الحراس يكون من اللاعبين خبره شنو رايك احمد اي كابتن محمد قاصد يستحق يمثل منتخب وطني مثل ما جاي اشوفه انت بالدوري يعني لحد الان حارس من افضل الحراس بالدوري العراقي احمد شنو دور محمد عبد الزهره ومحمد قاصد كلاعبين خبره بالفريق والله مثل ما تقول يعني كمحمد قاصد والكابتن ابو حالوب يعني كلش بالفريق يعني مثل ما تقول هم روح الفريق زين روح الفريق هم وداعمين لنا لان مثل ما تعرف هم كبار وخبره ولاعبين المنتخبات ولاعبين دوري حلو كابتن سعد خط دفاع منتخبنا الوطني ماذا يحتاج والله شوف احنا نتكلم يعني تكلموا على المدرب انه طريقه اللعب او الاسلوب يعني نظامه لعب ثلاث مدافعين بالعمق الان نشاهد اغلب الفرق العالميه هي رجعت لهذا الاسلوب يعني رجعت الاسلوب ونجح به يعني المنتخب نجح به اذا تكلمنا على سعد ناطق واحمد ابراهيم وميثم جبار خاصه في فتره الخليج مدرب نجح يعني قدر يصلح نوعا ما بالوضع الدفاعي احنا نشوف دائما الاشكاليه تكون في عمق الدفاع يعني تسجيل اهداف عين بعمق الدفاع تكون يعني صعبه على مدافعينا وتكون كبيره